مصطفى، من وجهة نظرك ما الذي تستهدفه المبادرة مع نهاية 2022؟ أنا آسف يا فندم ما سمعتش السؤال حضرتك. ما الذي تستهدفه المبادرة مع نهاية 2022؟ الحقيقة تستهدف المبادرة بنهاية هذا العام نكون إن شاء الله انتهينا من قرى المرحلة الأولى في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشكل نهائي من كل التدخلات سواء بين الأساسية والتحتية والفوقية، انتهاء من كل المجمعات الحكومية والمدارس ومراكز الشباب، الانتهاء من مشروعات الرصد للتمكين الاقتصادي وتوفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، الشمول المالي اللي هيحصل إن شاء الله بنزول البنوك المصرية من خلال مبادرة البنك المركزي. وزارة الاتصالات أيضا بتقوم بدورات تدريبية كبيرة إن شاء الله تكون انتهت منها مع وزارة الثقافة بتدخلاتها، وأيضا وزارة الشباب والرياضة، كافة الوزارات المعنية اللي بتقوم الآن على دعمها لكل قرى المبادرة الرئاسية في المرحلة الأولى. وإن شاء الله نبدأ في بداية 23 بخطوات جادة في المرحلة الثانية بإذن الله. الأستاذ مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا.